نتحول على الكمبيوتر ونشوف مقارنة بين الفيديو القديم والفيديو عفوا بين البرنامج القديم قبل التحديث والبرنامج الجديد. راح أرفق أسفل الفيديو ملف متكون تقريبا عن 400 ملف اسكيماتيك لجوالات للهواتف السامسونج. بداية مود نحول الجهاز على البيربل مود ونعمل أخوكم وسيم، تابعوني على قناتي وسيم تيك. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله.